صاح صاح وقال الأوان يدق يا ولد. حلاوة زمان عروسة وحصان، الحلاوة التي ارتبطت بوجدان المصريين منذ ظهورها في العصر الفاطمي، حيث كان الفاطميون ينتهزون المناسبات الدينية والعامة لاستمالة الناس، فكانوا يقومون بإعداد الولائم أثناء المولد النبوي، ويتضمن ذلك صنع الحلوى وتوزيعها على الحاضرين، حلاوة لم يستطع الزمان أن يمحيها من قلوب وعقول أحباء الحبيب المصطفى. أنا حبيب حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. فعروسة المولد مصرية خالصة قبل أن تجتاز العالم وتقلدها باقي الشعوب الأخرى، وتعددت روايات ظهورها والتي كان منها أنها جاءت خلال عهد الحاكم بأمر الله الذي كان يحب إحدى زوجاته، فأمر بخروجها معه في يوم المولد النبوي، فظهرت في الموكب بردائها الأبيض وعلى رأسها تاج من الياسمين، بينما يقول البعض أنها جاءت لتعكس الفرح والبهجة في التراث المصري القديم، لذلك أبدع صناعها في تشكيل عرائس المولد وتغطيتها بأزياء تعكس روح هذا العصر. وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة. فألف عام مرت على بداية الاحتفال بالمولد النبوي عن طريق أكل الحلوى، ولا يزال العرف متبع، وتظل السمسمية والحمصية والفولية تشعرنا ببهجة المولد النبوي الشريف الذي نحتفل به هذا العام للمرة الثانية بعد الاحتفال به في 3 يناير من العام الجاري. فكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. إسراء سعد، الحياة اليوم. زي ما شفنا في التقرير، هي في حاجات كده لازم الختم المصري عليها. مولد النبي عليه الصلاة والسلام في القلب، وذكر سيدنا النبي يطيب به اللسان ويطيب به القلب، لكن في النهاية التقاليد المصرية والأعراف المصرية والمجتمع المصري دايما قادر على الابتكار، وزي ما ابتكرنا أشياء كثيرة، زي ما بتقلك كده إخواننا الأجانب والعرب، رمضان ملوش طعم إلا في مصر، متهيألي كمان مولد النبي ملوش طعم إلا في مصر. أنا شخصيا من يوم ما اتولدت مولد النبي على المستوى الاجتماعي ما بحسش بيه إلا ما الاقي قدامي الفولية والحمصية والملبن والعروسة. معنا النهاردة واحد من أسطوات الصنعة دي، عم أشرف إمام، 30 سنة في هذا المجال، و30 سنة من الخبرة، و30 سنة من الحكايات اللي هيحكيها لنا. مساء الخير عم أشرف، كل سنة وأنت طيب. صلاة وصحة وسلامة. منورنا. ونورك. أنت أبا عن جد ولا أنت اللي دخلت المجال؟ لا أنا اللي دخلت. الأب والجد كانوا في مجال تاني. مجال تاني، بس أنا دخلت عن طريق برضو ناس قريبين مني قوي، اللي هم نسايبي. عم أختي الحاج سيد حسن الحلواني من أصول الصنعة أساسا. من أصول الصنعة. وأنا اتلمست على إيده. يعني المدام لما اتجوزتها هي اللي فتحت اللي فتحت السكة اللي كلها خير دي. إن شاء الله. فنسايبك هم اللي علموك صنعتك. لا ده يبقى حما أختي. حما أختك. سيد حسن الحلواني أساسا كان قبل ما الحاج احمد. طب انا حبيت ادي الفضل للمدام شويه وطب ماشي عشان بس تعرف تروح. الحاج سيد ده كان من اساسا قبل ما الحاج احمد العبد يفتح المصانع والكلام ده، كان الراجل ده هو اللي بيصنع لهم. وانا كنت تلميذ من تلامذته، انا كنت في المدارس بخش اقعد معاه لان ابنه زميلي في المدرسه، فكنت بخش اقعد. حبيت الصنعه. فدخلت. ايه اللي حببك في الصنعه بقى؟ صنعه كويسه. بالذات مولد النبي اللي حببني في الصنعة. مولد النبي. ايوه. لان طبعا المولد النبوي الشريف كل سنه يعني يعود الله على المسلمين بالخير. اللهم امين. الحمد لله، يعني حاجه تفرح. بنشوف المولد هو اللي حببني في الحلاوه. يعني انت بتشتغل في الحلاوه طول السنه، لكن حبي فيها المولد. العيد بتاعك هو مولد النبي. مولد النبي. لا هو العلامه بتاعته، انا ما اقدرش اشتغل من غير مولد النبي. فعلا. لو مش هشتغل السنه كلها اشتغل مولد. للدرجه دي؟ طبعا. لان ده حاجه اساسيه. وانت قلت حضرتك من شويه الفوليه والسمسميه طبعا والحمصيه طبعا. نسيت الملبن الحبل الاساسي.
اصل انا بصراحه يعني السكريات دي لا احنا حاجتنا الحمد لله، ده احنا الحمد لله في مصر. انا على فكره المصنع اسمه اشرف المؤمن، مصنع المؤمن. المؤمن المؤمن تمام، مصنعي اسمه المؤمن الحمد لله. فده معناه ايه؟ يعني انت شغال بما يرضي الله. شغال بما يرضي الله في كل حاجه، والحمد لله احسن سنه عدت عليها في ال 30 سنه اللي انا اشتغلتهم السنه دي. يا سلام والله. اشمعنى؟ رغم اللي بيقول لك غلى اسعار ومش غلى، مفيش الكلام ده، ما حصلش. يا استاذ اشرف ما حصلش ازاي؟ ما حصلش. يعني الناس كلها بتقول انا بايع بسعر السنه اللي فاتت واقل من السنه اللي فاتت. انت بايع بسعر اقل من السنه اللي فاتت لان الخامه ما غلتش عليها زي السنه اللي فاتت. معقوله؟ ايوه. لا طب فهمها لي دي يا استاذ اشرف. انا اقول لحضرتك انا واخد جوز الهند السنه اللي فاتت الشكاره ب 1100 جنيه. كويس. السنه دي واخدها ب 950 جنيه. شكاره جوز الهند. ايوه. غريبه دي. شكاره السمسم واخدها ب 1200 جنيه، السنه دي واخدها ب 950 جنيه وب 900 جنيه. يعني اشمعنى الحاجات دي بس اللي ما غليتش؟ كل الناس الثانيه بتقول لك الاسعار كلها ولعت. انا بقول لحضرتك بواقع. أنا لا انا بصدقك طبعا، انا بحاول أنا افهم السبب. انا لا ما انا بوصل، ما بقول لك لذلك الحمد لله كان الاقبال شديد على الحلاوه عشان ما غليتش. السنه دي سنه من 30 سنه اشتغلتهم اكبر اقبال حلاوه كان السنه دي. اكبر اقبال للحلاوه كان المصنع ما فيهوش حته حلاوه من الاول امبارح. بسم الله ما شاء الله. ما انت الاخر برضه داخل علينا بايدك فاضيه. عشان كده المصنع ما هو ماشي. اذا كان كده راضين يا انا قلت بقى هيجي يملى الترابيزه. انا ما اعرفش حضرتك اللي هتقول لي كده. وهروح للمدام شويه طن بوليه. منين الحاجه دي؟ ده انا قلت لها بقى ده عم اسمع جاي الخير كله جاي معايا. هروح لها بكزبره بقى الظاهر هتصرف. فالمصنع مهوي من اول امبارح. من اول امبارح بعت كله. حتى باب البحر معقل حلاوه مولد النبي ما فيهاش حلاوه. يا سلام. انا الحمد لله شغال مع اكبر تجار حلاوه في باب البحر. الحاج علي الفكاني راجل من اكبر التجار، الحاج وجيه المتوكل من اكبر التجار. كله خلص. الحاج محمد اسماعيل كل ده من اول امبارح بيسال على الحلاوه مش لاقي. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله الناس يعني الحمد لله للصواد بتاعت الشغله دي ما فيش حاج عنده حته حلاوه. وانا بشتغل مع تصدق انا عندي علبتين في البيت ممكن اظبطك. لا لا هفك الازمه. اظبطك انا بقى هفك الازمه. هفك الازمه. بس الحمد لله زي ما بقول لحضرتك فعلا ان الحلاوه ما غليتش السنه دي، السنه دي الحلاوه ارخص من السنه اللي فاتت. طب والله كويس، ده كلام يسعد عشان الناس. بس عشان انت عارف يا استاذ اشرف كمان الناس الغلابه الحاجات دي هي اللي بتبقى احنا بنشتغل عشان الغلابه. علامات البهجه في انا بشتغل عشان الغلابه. على فكره انا من المصانع الحمد لله من ارخص الاسعار في مصر. يعني انت عارف يا استاذ اشرف اكيد انت معانا في المجتمع وداري ده، وزي ما انت تاجر في حاجه بتشتري حاجات تانية كتير. طبعا. يعني في ناس غلابه كتير في البلد دي بيبقى شعور وحش قوي عليه ان بكره يبقى يوم المولد، لو بكره مثلا يوم المولد وابنه ولا بنته بيقول له هات لي كذا هات لي كذا وهو مش قادر يجيب له. الحمد لله احنا حلينها. ده بيبقى شعور صعب قوي وانا الحقيقه بيصعب عليا قوي. واحنا بنحس بيها. عشان مرينا بالكلام ده. زي العيد زي رمضان زي مش عارف كلنا ايه. كلنا مرينا بالكلام ده فعشان كده بحس بيها قوي الحمد لله. فانا الحمد لله من انصار ما ارفعش سعر الحلاوه. تكسب بس بالمعقول. الكلام اللي بقوله ده على هوا كل الناس زبايني سامعه اللي انا بقوله. ان انا فعلا من انصار اللي ما برفعش سعر الحلاوه في مصر. تكسب بالمعقول. انا بيع بالمعقول جدا، انا اصنع كميات رهيبه. فتبيع كتير فتكسب كويس. اكسب ضعيف جدا. لكن كويس لله. تكسب كويس الحمد لله. لا الحمد لله. لكن المستهلك يعرف يشتري. المستهلك يعرف يشتري، يعني كيلو حلاوه السنه دي عندي يبدا من 15 جنيه. هو الحلاوه بقى قول لي بتتباع ازاي؟ بتتباع العادي يعني طبعا انا عارف كله متاح، بس العادي انها تتباع علبه ولا بتتباع صوابع؟ ولا بتتباع بالكيلو ولا ايه؟ في ناس شغاله بالقطعه. فطبعا ده مش عارف الغلبان يخش السكه دي نهائي. بالقطعه ازاي يعني؟ يعني قطعه السمسمه مثلا ب 3 4 جنيه، قطعه كذا مش يعني بيحطوا بالقطعه في العلبه. كويس. فالناس الغلبان مش عارف تاكل. طبعا. مش هياكلوا. لو كل قطعه ب 3 4 جنيه شوف العلبه تسوى كام؟ بنتكلم بامانه، انا على فكره تاجر الجمله اللي انا بديله بنزله في الاسعار، بتعاون معاه ان انا ما اخدش ربح اكتر من 10% 5% علشان خاطر هو ياخد مني رخيص ويطلع رخيص، وده اللي بيحصل. حلاوه المؤمن مع السماعه في باب البحر وفي كل حته ارخص حلاوه. المؤمن ارخص واحد بيصنع حلاوه في مصر. فالاحسن طب انت قلت اللي بيبيع بالقطعه ده الناس مش عارف تشتري منه. مش هتعرف. الاحسن ايه بقى؟ الاحسن الكيلو الرخيص. بالكيلو. بالكيلو، يعني انا الكيلو عندي الحمد لله بحط فيه قرص حلاوه وبحط فيه فوليه وبحط فيه قرص حلاوه. ده اللي هو ايه؟ الحمصيه اللي هو الحلاوه، وبحط فيه السكينه وبحط فيه حاجه اسمها بالراحه. بس بالراحه احنا مش عارفين حاجه ايه السكينه دي. السكينه اللي هي الصوابع اللي هي الفوليه والسمسميه والحمصيه والحاجات اللي بتخش جوه الكيلو. يعني الكيلو بتحط فيه القرص. ايوه. واللي هي الصوابع السكينه اللي انت مسميها سكينه. تمام. ده حلو. بحط فيه مربى زبيب.
حلو. وبحط فيه دوميه. دوميه؟ اه اللي هي الملبل الاحمر ابو سوداني. اه ده حلو ده. اه ده حلو. وبنحط فيه ملبل جيلي، بنحط فيه ملبل ساده، بنحط في الكيلو حته بورما ملبن، جوز هند، والملبل في النص. بتشعرها ملبن كده يعني؟ لا بيبقى نصها ملبن ونص جوز هند حواليها. شعرها ملبن؟ لا ده الملبن ارخص من جوز الهند يا راجل. كيلو السكر علينا ب 4 جنيه ولا ب 4 جنيه. انا اعرف منين يا حاج انت اللي عارف. فالسكر ارخص، الملبن ارخص من جوز الهند، بس احنا لازم نعملها. لازم. فعشان الغلبان يعرف ياكل. فدي كده كيلو. دي كده كيلو. وبياكلوا المستهلك. وفي ناس بتبيع بالعلبه. وفي ناس بتبيع بالقطعه، العلبه بالقطعه. يعني مثلا يقول لك كيلو الحلاوه، في مصانع كمان بتتحايل وتقول لك كيلو الحلاوه مثلا ب 12 جنيه. تمسك علبه الحلاوه مش كيلو، 800 جرام. فهو بيلعب في السعر وفي الوزن. في الوزن. فاحنا ما نعرفش نعمل الكلام ده، احنا الحمد لله. انت المؤمن. الكيلو كيلو. والخامات الحمد لله انا مش من انصار تخزين الحلاوه. يعني ايه؟ الحلاوه ما تتخزنش. زي الطبيخ. لو قعد في البيت اسبوع هيبوظ. تمام. طعمه يتغير. امال الناس تعمل ايه؟ ما هو الميعاد واحد. يعني انا من انصار ان انا اشتغل نواشف تخزينها قبلها بشهرين، ما بشتغلش مثلا 90 يوم ولا 100 يوم، هم شهرين. بس بخش بقوه انتاج. اغطي. اخد النواشف الاول اللي ما اتغيرش، لكن اي حاجه طري خلال 35 يوم اكون بصنع اي كميه انتاج. النواشف دي اللي هي زي ايه؟ اللي هي السمسميه والحمصيه والفوليه والحاجات دي ما تغيرش. كويس. الملبن؟ الملبن ممكن يغير. ينشف يرد. النشا ترد فيه. طعمه يغير. يقطم. يقطم. لكن الحاجه الطازه طازه. والحمد لله احنا مسمعين عشان بضاعتنا طازه. والحمد لله احنا. يبقى احنا بضاعتنا طازه. ايوه. وكيلو كيلو. طبعا. ده مهم جدا. تمام. الغلبان ياكل ايه؟ ما الغلبان يعني ناكله طوب. لا طبعا بعد الشر. الغلبان لازم ياكل حلاوه ولازم نكون مساهمين معاه ولازم صاحب المصنع يساهم. تمام. انت بتبيع مع الحلاوه العروسه كمان؟ العروسه ولا مالكش علاقه بيها؟ لا لا العروسه بيجيب العروسه اللي هي من درب الرابره. درب الرابره. وبنجيب من الصين عرايس. تمام. العرس دي بتتباع شغاله جنب العرس. طبعا الحلاوه بتاع زمان دي التراث بتاعنا ما يتغيرش. يعني لازم يتحلى بيه المكان. لكن انت ما بتصنعهاش؟ لا ما صنعهاش. ما بتخشش في السكه؟ لا لا ما بخشش في السكه. دي السكه دي الوان وداخله فيها الوان وحاجات كده. ما طبعا كلها الوان صناعيه. هي الوان صناعيه مصرح بيها، بس انا ما بحبش اتعامل بيها او بالمعنى الصح ما بشتغلش فيها خالص. ما تلمستش فيها. انت بتجيب العروسه بتحطها على الكيلو بقى ولا بتعمل يعني؟ لا 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 بتبقى ازاي؟ لا العروسه بالقطعه. الايه؟ العروسه لوحديها. لوحديها؟ لوحديها ما تدفع بالكيلو. دي طبعا بقى بتبقى ايه متاحه قدامك على الفرش، اللي عايز يشتري يشتري، اللي مش عايز بس بيجيب برضو حاجات في سكه ال 10 جنيه للغلبان برضو. ما في عروسه تبقى ب 150 جنيه وب 200 جنيه وفي عروسه صغيره كده ب 10 جنيه، الغلبان برضو ينوبهم الحب جامد. مظبوط مظبوط. مهم قوي. لكن ما فيش عروسه بتتعمل من حلاوه المولد؟ لا في بيعملوها. ده التراث بتاعنا الاساس، العروسه والحصان والحاجات دي. اللي هم بيتعملوا من حلاوه المولد. يعني العروسه تاكلها او الحصان تاكله. بعد الليله بتتكسر بتتاكل. مفيش حاجه بنسيبها، انت عارف ما ترميش حاجه. لا بياكلوا. البيت المصري ما بيسيبش حاجه، لازم ياكل كل حاجه. ياكلوا كل حاجه. لكن انت ما بتعملش ده. لا 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 ما بتعملش الحلويات بتاعتك على هيئه حصان او على عروسه. لا 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 ما حصلش. انت بتعملها عادي وبتشتري العروسه للي عايز يبيع. يشتريها. اللي عايز يشتريها برضه لازم تساعد الراجل تيجي. طب ليه ما بتعملش العروسه من الحلويات؟ هي مش اساسا ما اتلمستش فيها او ما خدتش فيها خبره. مش عشان برضه ابقى واضح. لا برافو عليك برافو عليك. مش بتاعتك. لا مش بتاعتي. عشان ابقى واضح، هي مش بتاعتي. تمام. الحلاوه المولد هو اليومين دول بس؟ يعني ما فيش حد بيجي بقى بعد 4 أشهر يطلب فوليه ويطلب سمسميه ويطلب ملبن؟ لا ملبن. انا موجوده طول السنه في ما انا عارف انها موجوده بس الاقبال عليها. لا 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 الاقبال، لا الاقبال بيبقى في موالد السيده زينب ومولد الحسين. الناس بتاخد بقى ايه؟ بضاعه مثلا فاضت من مولد النبي، يعني مولد جه مضروب او جه مش مظبوط، في بضاعه بتتفضل. قصدك الموسم يعني؟ الموسم. المولد عمره ما هيجي مش مظبوط. لا 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 الموسم جه مش مظبوط. فالناس في بضاعه باقيه. في ناس بتخزنها تبيعها في موالد، مولد الحسين، مولد السيده زينب، مولد السيده نفيسه، الموالد اللي في الصعيد. ينزلوا يدوروا على الحلاوه دي ويخزنوها للموالد دي. تمام. لكن تصنيعها بيبقى لان غالي على المولد، وعايز يبيع طبق حلويات ب 2 جنيه ونص. ياه. هياخد في ايه؟ صحيح. فمعلش يبقى البضاعه دي متخزنه، او بضاعه تعتبر شب هتبقى تالفه. طب قول لي مين ايه الحاجه البطل في العلبه بتاعت حلويات المولد او الكيلو؟ ايه اكتر حاجه هي البطل؟ الفوليه والسمسميه والحمصيه. الفوليه والسمسميه والحمصيه دي البطل.
اكتر من الملبن واكتر من اكتر حاجه عاملين الملبن. السكينه اللي هي الفوليه والسمسمية الحمصيه تعتبر سعرها حنين يعني. كيلو الفوليه والسمسمية الحمصيه السنه دي نازل ب 28 جنيه 30 جنيه كويس. احنا في المصنع بنطلع ب 20 جنيه ياه. ملبن الحبل النهارده بيتباع على اي فرش ب 80 جنيه وب 90 جنيه صحيح. هو ده يعتبر غالي شويه. ده هو ده العمود الثاني اللي بعد الفول والسمسم والحمص ملبن الحبل. هم دول اساسيات مولد النبي. لكن البطل في اي كيلو او في اي علبه الفوليه والسمسميه اساسي. ممكن تاخد علبه كيلو ما فيهاش ملبن الحبل صح، لان ملبن الحبل الكيلو فيه بيتباع ب 70 جنيه مظبوط. مش هينفع احطه في الكيلو ب 20. على فكره في ناس كتير كده بتشتري علب تقريبا كلها فوليه حمصيه وسمسميه. هي 90% اساس الحلاوه 90% مولد النبي فوليه وسمسميه وحمصيه. طيب في حاجه اخيره ممكن تقول للمشاهدين عليها والمستهلكين انه ممكن مثلا يبقى في حلاوه بايظه او حلاوه مش كويسه، نعرف ازاي ان دي طازه، نعرف ازاي ان دي حد محترم اللي بيبيعها ونثق فيه ولا دي بلاش تشتريها ولا ده بقى؟ لا دي بتبقى مهمه وزاره التموين اللي بتمر على المصانع وبتمسك الناس اللي هي. لا يعني انا في بعض الاحيان اروح اشتري مثلا سمسميه ولا فوليه الاقيها مفروله، الاقيها جوه الكيس كده جوه مكسره مفروله مش مزهزهه لونها مش مزهزه كده، عشان دي البضاعه المتخزنه اللي بقول لحضرتك عليها. فلما الاقيها كده ما اشتريهاش. لا البضاعه دي بتبقى زي بتبقى عتمه السلوفانه. ايوه السلوفانه مش عارف بقى المصطلح ده كويس برافو عليك. عتمه السلوفانه تحس بالتجيره بتاعتها. ايوه التجيره دي عند منتج مخزن، فانا لازم اخد السلوفانه تبقى زاهيه بتبقى زاهيه كده حاجه صبحه لمعه يعني مزبوط. الحمد لله ما انا بقول لحضرتك ما عندكش حاجه مجيره يعني. لا 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 انا مش من انظار التخزين الحمد لله معروفه سكينه المؤمن على مستوى الجمهوريه. طيب انت دلوقتي هتتصرف ازاي؟ احنا 140 نفر جوه مستني الحلاوه. عينينا الاثنين. فين بقى انت قلت المخزن مهوي؟ لا الصناعيه موجوده ونظبط الدنيا. طيب ظبط الدنيا. ملبن يا ملبن ماشي يا اسماعيل اللي يقول على الملبن على فكره الملبن الحبل موجود في المصنع. المبلغ شوف شوف انت ابن حلال والله يا دودو. عندي ملبن حبل في المصنع. انت ابن حلال يا دودو خلاص بكره عايزين 3 كيلو حبل ملبن. انا هي الاثنين 100 كيلو. حبيبي ربنا يعزك كتير عندك، احنا دايما بنهزر. انت محترم ومستمر طول الوقت بنسعد بالناس المحترمه والناجحه اللي زيك، لانه نفسنا الناس كلها تشتغل وتكسب والله. بس تراعي ربنا وتراعي الناس. حضرتك اهم حاجه دي فيها مراعيه ربنا ومراعيه الغلبان اللي مش لاقي لازم ياكل حلاوه. صح دي مهمه جدا. الله يفتح عليك. وانا الحمد لله بتكلم وعلى الهوا وكل التجار سامعيني وعارفين ان انا بتكلم كلام مظبوط. الوحيد اللي في جمهوريه مصر العربيه الحمد لله بيعمل الحلاوه صح وبيبيع ارخص اسعار. ربنا يكرمك نورتني يا حاج اشرف. جودك يا استاذ. كل سنه وانت طيب وربنا يديم عليك النعمه. الله يخليك. وما تنساش بقى عينيا الاثنين. لا لا من غير لا هي اسمها بس 6 اكتوبر مدينه الانتاج الاعلامي استوديو الحياه تامر امين. ماشي يا استاذ. ماشي لو عاوزت حاجه مني يعني بقى اكلمك. نورت يا ريس. وجودك يا استاذ. كل سنه وانت طيب يا حبيبي ربنا يعزك. شكرا جزيلا. صباح الخير. بكره حلقه جديده من الحياه اليوم.